أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم، مرحبا بالجلسة 10 من دورة الاتصالات الخلوية الجيل الثاني الثالث والرابع مع لمحة عن التخطيط الراديوي. طبعا بالجلسات التسعة الماضية حكينا فيها عن أساسيات الاتصالات الخلوية، فتنا بالجيل الأول، بعدين فتنا بالجيل الثاني للاتصالات الخلوية اللي اسمه GSM Global System for Mobile Communications، وفتنا بالقسم الراديوي تعمقنا فيه قدر الإمكان، فتنا بالبنية التحتية نوعا ما بكيفية إنشاء المكالمة بالقنوات سواء قنوات المعلومات أو قنوات التحكم، بالإضافة إلى موضوع الجلسة الماضية فتنا بالهاند أوفر بشكل مبسط. طبعا مثل ما حكيت وبرجع بعيد، هاي الدورة هي عبارة عن عملية يعني بسموها كراش كورس، يعني فيها يعني معلومات غزيرة، لكن لا التعمق أكثر والواحد للإتقان أكثر ممكن يلجأ للكتب اللي ذكرت لكم إياها بالمحاضرة الماضية واللي قبلها، واللي هي كتب مفيدة جدا علمية وعملية لدراسة البنية التحتية بشكل رئيسي. أما بالنسبة للموضوع اللي بتعلق بالقسم الراديوي والأبراج والهوائيات، وأظن يعني حوالي 4 جلسات أخذنا بهذا الموضوع، شرحنا كتير منيح عن مكونات الأبراج وبتلاوع الأبراج، الربط المايكروي الكذا إلى آخره، كله حكينا عنه هذا بالدرس والدروس الماضية، وإن شاء الله تكون الأفكار واضحة ومفهومة. فبالنسبة لجلسة اليوم، طبعا نحن فعليا ختمنا الجيل الثاني للاتصالات الخلوية، نفوت هلا بشيء اسمه الجيل الثالث للاتصالات الخلوية. طبعا مثل ما حكينا البدايات بلشت بالجيل الاول، كان في عنا مشاكل فيه، هي المشاكل بشكل رئيسي كانت متعلقة بموضوع التغطية، كانت متعلقة بموضوع إعادة استخدام التردد، كانت متعلقة بموضوع ربط الأبراج مع بعضها البعض ومع البنية التحتية، كانت متعلقة بموضوع الكاباسيتي أو السعة، وبالتالي كان الجيل الأول له محدودية جدا ضئيلة بموضوع سعة المستخدمين أو عدد المستخدمين اللي بيخدمهم السيستم. فطلع الجيل الثاني للاتصالات الخلوية. طبعا الجيل الثاني بتميز إنه أول شيء صار عندي Global System. شو يعني Global؟ يعني عالمي. فأنت اليوم تأخذ موبايلك وبتأخذ السيمة تبعك وبتروح وين ما رحت حول العالم. إذا مشترك بخدمة التجوال الدولي الرومينج، فأنت تأخذ اتصال على الشبكة وما في داعي تغير السيمة وما في داعي تغير الموبايل. بالجيل الأول كان في عندي كتير مشاكل متعلقة بموضوع إنه ما كان في سيستم موحد، كان كل كذا بلد أو كل كذا شركة يتفقوا على استخدام تردد محدد بأجهزة محددة إلى آخره. الجيل الثاني صار جلوبال. جلوبال يعني عالمي، يعني أنا اليوم ما في داعي إني أغير موبايلي إذا سافرت على أوروبا أو على أفريقيا أو حتى على الكونغو، حتى ما في داعي أغير السيمة تبعي، بكل بساطة فيني أنا يعني شو اسمه، إما أغير السيمة تبعي لسيمة ضمن البلد اللي أنا رايح له، أو إذا في اتفاقية تجوال دولي ومشاركة الأرقام الخاصة فيني بالبلد اللي أنا رايح له، فأنا ببساطة فيني أستخدم خدمة التجوال الدولي وأقدر أعمل اتصال، بس طبعا الكلفة حتكون كتير عالية. فمشان هيك إجا الـ2G. هلأ 2G يعني بالرغم من انه السيستم حلو وظريف وكذا، كمان فيه بلشت تنشا بعض القصص والمشاكل. هلا اول شغله، عدد المستخدمين عم بيزيد. انا اليوم كجيل ثاني له سعه محدده ومخصصه، ما بقدر اتحمل هذا الموضوع، يعني ما بقدر اتحمل انه انا اليوم عندي برج عم يخدم لي عدد من المستخدمين، طيب زادوا عدد المستخدمين شو بدي اعمل؟ بدي حاول لاقي طريقة لهذا الموضوع أقدر أنا خدم أكبر عدد ممكن من المستخدمين. هاي شغلة. الشغلة الثانية الخدمات، يعني اليوم الناس ما بتشبع أنه ألو اتصال هاتفي، لا صار بدي صار في عندي خدمات إضافية، صارت الناس بدها إنترنت، صارت الناس بدها داتا،
صارت الناس بدها سرعة نقل البيانات، صارت الناس بدها تحميل سريع، ما بكفي بدي ابعث له صورة لشخص مثلا عن طريق تطبيق، بدي نت سريعة، بدي كذا. فالخدمات عم بتزيد، فمشان هيك كان في حاجة انه يركزوا اكثر على موضوع الداتا وبالتالي سرعة نقل البيانات وكمية التحميل وهالقصص هي. لهيك نشأت مو جيل جديد انما ريليز، يعني اصدار. هذا الاصدار سموه مثلا 2.5G و2.75G، يعني 2.5 جنريشن و2.75 جنريشن. 2.5 جنريشن سموه GBRS، برمزوا له بحرف الجي، و2.75 سموه الاتش برمزوا له بحرف الاي. فانت لما تفتح بيانات داتا وتلاقي محطوط حرف الجي على موبايلك او اي يعني اتش، والسعة العظمى للتحميل من الانترنت او من الشبكة تبلغ 384 كيلو بيت بالثانية. طبعا هذا نظري، فعليا عملي ممكن يكون اقل من هيك بمنيح. وبالنسبة للجي بي ار اس السعة العظمى للتحميل تبلغ 115 كيلو بيت بالثانية. طبعا هنحكي عن هدول شوي لقدام بجلسة اليوم والبنية التحتية. كان في حاجة لسرعة النقل أو الداتا ريت إنها تزيد لحتى الناس تقدر تحمل سرعة نقل بيانات أكبر. هاي شغلة. الشغلة الثانية عرض المجال المتاح. إذا بتتذكروا بالتوجي في عندنا 25 ميجا هيرتز إذا بنحكي على باند الجي اس ام 900، و 75 ميجا هيرتز إذا بنحكي على باند الجي اس ام 1800. ومع هيك هدول ما كان كافي، يعني انا اليوم بدي ترددات مختلفة بعرض مجال اكبر. ما تنسوا موضوع السعة الكاباسيتي، اذا بتتذكروا هي الباندويت بالاس ان ار، فالى علاقة بعرض المجال ونسبة الاشارة على الضجيج. فكلما عرض المجال تردد زاد، كلما بقدر خدم عدد اكبر من المستخدمين، وكلما الاس ان ار زادت شو يعني؟ يعني الإشارة أقوى من إشارة الضجيج، وبالتالي بقدر أخدم عدد أكبر من المستخدمين. فالكباسيتي تتعلق بالباندويث وبالSNR. فكمان كان في حاجة لحتى أني غير تقنية النفاذ المتعدد. إذا بتتذكروا كل شيء Multiple Access، يعني FDMA TDMA إلى آخره، إلى علاقة بالكباسيتي أو السعة مثل ما حكينا بالجلسات الماضية. الباندويث كل ما كبرته كل ما أحسن. لهيك أنا اليوم بجيل الثالث راحوا على ترددات جديدة. هاي الترددات من رتبة 2100 ميجا هيرتز و2400 ميجا هيرتز، بتحقق لي عرض مجال أكبر ومتاح. ووصل بنهاية الجيل الثالث تقريبا سرعة نقل البيانات لحدود 7.2 ميجا بيت بير سكند، وهي تعتبر سرعة نقل البيانات عالية وجيدة جدا. إذن انطلقنا من التوجي 14 كيلو للجي بي ار اس للإيج للثري جي للجيل الرابع، واليوم وصلنا لحدود الواحد جيجا، وحتى الجيل الخامس ممكن توصل لمية جيجا بيت بير سكند وحتى ألف جيجا بيت بير سكند بالجيل الخامس. ففي سرعات نقل عالية جدا اليوم. طبعا إذا الواحد قالكم طيب شو دخل سرعات، يعني كيف انا بدي زيد سرعات النقل؟ اليوم بتلعب بعدة قصص. اول شغلة بعرض المجال المتاح، تاني شغلة تقنيات النفاذ المتعدد، ثالث شغلة بشيء اسمه باكيت سويتشينج اللي حنحكي عنه بعد شوي، او بقى بالنسبة لإشارة على الضجيج. يعني عندك عرض مجال، نسبة إشارة على الضجيج، تعديل، تقنيات التعديل، وتقنيات النفاذ المتعدد. تمام. فوصلوا لهالقصص هيدي بالشير الثالث، والهدف الاستجابة لعدد المستخدمين الكبير، تحقيق سرعة نقل بيانات عالية، وخدمات إضافية من ضمن التحميل من الإنترنت بسرعة عالية. هدول أهم ثلاث شغلات بدأنا فيهم للجيل الثالث. طيب شو اللي تغير بالجيل الثالث كبنية تحتية؟ خلينا نقول بالجيل الثاني كان في عندنا تقنية اسمها CS، أو اختصار لـ Circuit Switching. شو يعني Circuit Switching؟
واللي طورناها بالجيل الثالث ل PS أو Packet Switching. هلأ كتير بتسمعوا موضوع Circuit Switching و Packet Switching. Circuit Switching و Packet Switching. طيب شو هدول؟ هدول هن تقنيات بسموها تقنيات التبديل. ففي عندنا Circuit Switching تبديل الدارات، والباكيت Switching تبديل الرزم أو الحزم الباكيتات. طيب شو يعني؟ طبعا هذا بالبنية التحتية اليوم لحتى انشأ اتصال انا بين شخص A وشخص C. انا عندي وسط للنقل، هذا الوسط النقل قد يكون كبل فرضا، تمام؟ فهذا الكبل انا اليوم بدي اعطي للشخص A، اعطيته، وبالطرف الثاني اعطيته للشخص C. فشو صار عندي؟ صار عندي دارة، هاي الدارة تربط اليوزر A باليوزر C. إجا عندي شخص تاني قال كمان بدي أحكي تليفون، في مجال؟ تطلع هيك لا ما في مجال. ليش؟ لأنه الكبل شبه مستخدم من قبل الـ A والـ C. طيب شو مشان الـ B والـ D بدهم يحكوا؟ بيضلوا بيستنوا هيك لحتى يخلص هاد والكبل يتوزع للـ B والـ D، وبالتالي تنشأ قناة جديدة بين B و D. هي بسموها سيركت سويتشينج او التبديل بالدارات. الدارة هي عندي دارة قناة، هي القناة بس تربط لي يوزر اول مع يوزر تاني بتضل محجوزة لهاليوزرين لحين انتهاء المكالمة. بس انتهت المكالمة بتصير الدارة متاحة لحتى يوزرين تانيات ياخدوها ويعملوا الاتصال، تمام؟ اما بالباكيت سويتشينج فانا اليوم شو بعمل؟ أبمر شقفة من مكالمة اليوزر الأول ليك، وشقفة من مكالمة اليوزر الثاني، شقفة من مكالمة اليوزر الأول، شقفة من مكالمة اليوزر الثاني على نفس القناة. فأنا شو عملت؟ عملت مشاركة للقناة، تمام، بين عدة مستخدمين مثل ما أنا شايفين. أنا هون بدي تزامن شوي عالي لأنه أنا بدي أعرف أنه هذا الباكيت البرداني لازم يروح لليوزر C ما لازم يروح لليوزر D، والباكيت الأزرق لازم يروح لليوزر D ما لازم يروح لليوزر C. فشو عملت هون؟ اللي عملته أنا أني مرقت أكبر عدد ممكن من المستخدمين لكن بطريقة الرزم أو الحزم. فشو الفرق بين الاثنين؟ هلأ سيركت سويتشينج كان مستخدم بالشيء الثاني للاتصالات الخليوية. طبعا الهدف منه انه انا اليوم بحجز موارد الاتصال او القناة طيلة فترة الاتصال. يعني اذا في عندي يوزر A عم يحكي مع يوزر C حكوا 3 دقائق، فهالثلاث دقائق القناة محجوزة لهالشخصين. بهالثلاث دقائق ما في يمر اي شخص تاني لحتى يخلصوا مكالمتهم، بس خلصوا مكالمتهم منتقل لبي ودي لحتى يحكوا. هذا التقنية المستخدمة بالمقاسم الهاتفية. بالمقاسم الهاتفية كانوا من زمان يجيبوا كبلة بين دارة رقم 1 واصلة لهاتف المستخدم الأول، ودارة رقم 2 واصلة لبيت المستخدم الثاني. فبيجيبوا كبلة بيوصلوا هالدارتين لما بدهم يحكوا مع بعضهم البعض، بس يخلصوا بيشيلوا هالكبلة بيحطوها بمحل ثاني لشخصين ثانيات إلى آخره. أما بالباكت سويتشينج تحت فالموارد بيتم حجزها لما بيكون في حاجة لإلها، وكلما الطرف الأول حب انه يبعث حزمه من البيانات للطرف الثاني. طبعا السي اس شو الفرق؟ يعني شو المزايا؟ السي اس الداره بتضل محجوزه، اما بالبي اس في عندي تناوب على استخدام موارد الاتصال. يعني بقدر ابعث شقفه من الاول شقفه من الثاني شقفه من الاول شقفه من الثاني. بالسي اس في هدر بموارد الاتصال، والسبب انه الداره بتضل محجوزه. مثلا بين اي وسي الداره محجوزه، فبي ودي قاعدين عم يستنوا، ففي عندي هدر بموارد الاتصال. أما بالبي اس لا، بقدر مرة أكبر عدد ممكن من المستخدمين طالما أنا في عندي تزامن، في عندي عملية سويتشينج صحيحة. الشغلة الثانية أنه كيف بحسب أنا الكلفة بالنسبة للسيركت سويتشينج؟ الكلفة بعملية التبديل بالدارات أو الحالة الأولى على الكلفة تحسب على مدة الاتصال. يعني أنا اليوم إجا شخص اسمه يوزر A بده يحكي مع شخص اسمه يوزر C، وصلت له هالدارة حكوا 3 دقائق،
فأنا بحاسبهم على أساس 3 دقائق، الدقيقة ب10 ليرات، ف3 دقائق 30 ليرة. هلأ الجماعة قد يكونوا رافعين السماعة ومحققين اتصال بس ما حكوا ولا حرف، يعني هيك فاتحين السماعة بس. أنا مو شغلتي، أنا بحاسبهم على مدة حجز الدائرة، تمام؟ فالسيركت سويتشينج كيف بحسب فيه الكلفة؟ الكلفة على مدة حجز الدائرة. أما بالباكت سويتشينج فالكلفة بتصير على حجم البيانات المرسلة، يعني أبو اليوزر A بعت باكتين صفر، هدول البرتقانيات بحاسبه عليهم، بطل يبعت، الزلمة فاتح نت بس ما عم يفتح ولا صفحة، ما عم بيحمل شيء، فما في كلفة. هاي كتير بنشوفها لما بتفتحوا انترنت من موبايلاتكم، اذا فتحت مثلا موبايل داتا وما فتحت شيء، يعني صبرت لك هيك شيء 5 دقائق 10 دقائق، فعليا ما بيطلع عليك الا قيمة زهيدة جدا، واللي هي بس قيمة اذا في تطبيقات عندك بالموبايل عم بتحمل مثلا اشعارات او كذا وبس. اما انت بعد هالفترة اذا ما فتحت شيء ما في كلفة، الا اذا اجاك بقى رسالة او اجاك مثلا واتساب او تليجرام او الى اخره، بس اذا ما اجاك شيء فعليا الكلفه قريبه للصفر. ليش؟ لانه بالباكت سويتشنج اللي هي الداتا، يعني خليني انا بسالكم اياها، السيركت سويتشنج هي الالو الفويس اللي هي مبدا 2 جي، اما الباكت سويتشنج هي مبدا 3 جي اللي انا بعتمد فيه اكثر على الداتا الانترنت، يعني او التحميل من الشبكه العالميه. شو بتحمل؟ بتدفع، ما بتحمل ما بتدفع، وخلصت القصه. فهذا الفرق بين السيركت سويتشنج او الباكت سويتشنج لحيد. بالنسبه للسيركت سويتشنج في عندي حجز للقناه، بالنسبه للباكت سويتشنج ما عندي حجز للقناه، في نشارك فيها كذا شخص. في هدر بموارد الاتصال بالنسبه للسيركت سويتشنج، والسبب انه انا حجزت الداره لشخصين واي حدا اخر بده يستنى لحتى تفضى هي الداره. اما بالباكت سويتشنج فما عندي هدر في موارد الاتصال، لانه بقدر مرق كذا مستخدم او كذا باكت بواحده الزمن. هلا مبدا النقل كيف بصير بالسيركت سويتشنج؟ بالسيركت سويتشنج اذا واحد حكى مباشره بتصل للطرف الثاني، يعني بسموها سيند ايميديتلي، يعني ارسل حالا. اما بالنسبه للباكت سويتشنج فلانه في عندي رزم عم اخذها من كذا مستخدم، فالسويتشنج نود هي اللي شايفينها تحت بتخزن الداتا اللي جايتني من اليوزر A وبعدين بتبعتها، فمثل بسموها ستور اند سيند، يعني خزن ثم ارسل. فهذا الفرق كمان بين السيركت سويتشنج والباكيت سويتشنج. بالنسبه لموضوع الفوتر او الكلفه بالسيركت سويتشنج على فتره الاتصال او مده الاتصال، حكيت 3 دقائق بتدفع 3 دقائق. بجوز تقول انا صح اسست اتصال بس ما حكيت فيه، ما دخلني، انت حاجز القناه فبدك تدفع، حكيت ولا ما حكيت؟ يعني إذا فتحت السماعة عملت اتصال وقاعد هيك بتصفن بالحيط ما دخلني، بدك تدفع. أما الباكت سويتشينج فعلى حجم البيانات، يعني أنا اليوم فتحت موبايل داتا، استنى شوي، فتحت صفحة جوجل بدفع حقها، قديش حمل بيدفع، ما هذا ما بيدفع إلى آخره. فهي الكلفة كيف بتصير على حجم البيانات أو حجم للداتا المرسلة من اليوزر، تمام؟ فمشان هيك طلعوا من الجيل الثاني اللي هو اللي بيعتمد بشكل رئيسي على السيركت سويتشينج وعلى الاتصال الالو، باتجاه الجيل الثالث اللي بيعتمد اكثر على الباكت سويتشينج او الداتا بهذا المجال. طبعا بنهاية الجيل الثاني انتشرت شبكة الانترنت، فكان في حاجة او كان في فكرة للجيل الثالث انه يخدم موضوع الانترنت على الموبايلات. طبعا هذا الشيء خلق نوع من التحدي، انه نحن اليوم كيف بدنا نخدم اكبر عدد ممكن من المستخدمين، مثل ما حكينا كيف بدنا نخلي المستخدم يستفيد من الميزات، زيادة معدل نقل البيانات، بقدر احمل له انترنت بشكل جيد، بخفض التأخير الزمني الى اخره. عشان هيك طلعنا من اذا بتتذكروا جيت هذه الاتصالات الخليويه من سرعه نقل البيانات، اذا بتتذكروا بالترافيك شانل حكينا عنه، من 9.6 كيلو بيت بير سكند باستخدام السيركت سويتشنج، ضفنا شويه بقى رسائل قصيره اس ام اس كذا. حاولنا بالجيل الثاني انه نشوف اذا بدنا معدلات سرعه نقل بيانات اعلى في مجال مثلا
تصفح انترنت، تطبيقات الدردشه او الانستنت مسجنج، الاي ام، ممكن تبادل الملفات عبر الشبكه، ممكن هالقصص هي. طبعا هون بقى انت عندنا تطورات شوي اكبر من ناحيه الجيل الثاني للاتصالات الخليويه. خليني فرجيكم هذا مثلا السيركت سويتشينج والباكت سويتشينج. هلا مثل ما انا شايفين هون، اذا في عندي مثل سكه قطار وفي عندي قطار، بس فات القطار بهالسكه خلاص هذا بده شو؟ ويت، بده يستنى. ليش؟ لانه القناه شو صارت؟ محجوزه. طبعا هذا بسموه سيركت سويتشينج. اما الباكت سويتشينج فهو مثل الاوتوسترات، مو مثل سكه القطار، فيني مرق فيه انا عده سيارات، ولكن بقى خزن ثم ارسل، خزن استنى لحظه ارسل يلا، خزن يلا ارسل يلا، وهكذا. فهذا الفرق بين السيركت سويتشينج والباكيت سويتشينج. هلا كيف طلعنا بالتقنيه؟ شو كيف طلعنا بالتقنيات؟ خليني افرجيكم اياها. اول شيء كان عندي شيء اسمه جي اس ام. من الجي اس ام طورنا لشيء اسمه جي بي ار اس، من الجي بي ار اس طورنا لشيء اسمه ايدج، ومن الايدج طورنا بنص ليره للوايد سي دي ام اي اللي هو اساس الجيل الثالث. فبالجي اس ام طبعا سيركت سويتشنج عم نحكي على 14 او 9.6 كيلو بت بير سكند. بالجي بي ار اس طورنا شوي، صرنا عم نحكي باكيت سويتشنج بالاضافه لسيركت سويتشنج، يعني سيركت سويتشنج للالو، باكيت سويتشنج للداتا، وعم نحكي على يعني لحدود 110 كيلو. بعدين طلعنا على الايدج، الايدج وصلنا لحدود طبعا هون 2G 2.5G 2.75G وهذا 3G تقريبا. اول ما بلش وصلنا هون لحدود ال 200 ل 300 كيلو، وبال 3G طلعنا ل 384 كيلو بيت بير سكند كبدايه، وصولا ل 7.2 ميجا. فكثير الامور تحسنت وتطورت لاحقا. طبعا هون عم نحكي سيركت سويتشينج، هون عم نحكي باكيت سويتشينج، هون عم نحكي باكيت سويتشينج، وهون عم نحكي باكيت سويتشينج. وبالجيل الرابع وبالجيل الخامس كله باكيت سويتشينج، ما عاد في عندنا كثير سيركت سويتشينج لهذا المجال. ف طلعنا من الجيل الثاني للجي بي ار اس، يعني من 2G لجي بي ار اس. طب شو يعني الجي بي ار اس؟ طبعا بالنسبة للجي بي ار اس اختصار ل General Packet Radio Services، و يعني الإرسال الراديوي ال شو بسموه الرزمي أو الحزمي، يعني عن طريق الرزم أو الباكيتات. طبعا الباكيت هي جاي من باكيت سويتشينج. فشو عم يطوروا بالبنية التحتية تبع الجيل الثاني حتى نقدر نحن نبعث بيانات بسرعة أكبر او تخديم البيانات بشكل اكبر؟ اذا نطلع على البنيه التحتيه للجي بي ار اس، حتشوف في عندي موبايل ستيشن ما تغير، في عندي بي تي اس ابراج ما تغيرت، في عندي كنترولر ما تغير، في عندي ام اس سي ما تغير، في ال ار ما تغير، اتش ال ار ما تغير، ام اس سي ثاني، في ال ار ثاني، اي اس دي ان ما تغير. لكن شو اللي تغير؟ اللي تغير هو انه نضاف داتابيس ستيج دات، واحدة بنسميها SGSN وواحدة بنسميها GGSN تربطني مع الإنترنت. الـ PDN هي شبكة المقاطعات العامة أو الـ Public Data Network اللي هي بالمشرمح هي الإنترنت. تمام؟ فأنا لحتى أوصل هذا المستخدم، لحتى يتصفح جوجل أو يتصفح يعمل IM Instant Messaging مثل التطبيقات الدردشة القديمة مثل الـ MSN وياهو ما بعرف شو وغيرها، كان لازم أن يوصل إشارته لوين؟ للإنترنت. فلحتى وصل إشارته للإنترنت كان لازم نضيف Database Stage Dot. أول واحدة بنسميها SGSN وتاني واحدة بنسميها GGSN. هلا هنحكي عنه. طبعا GBRS مثل ما حكينا بيعتمد على الباكيت سويتشينج أو تبديل باستخدام الرزم مثل ما حكينا بالسلايدات الماضية. بيجيب معدل بيانات يصل من 21 كيلو لحدود 100 كيلو، 110 كيلو بيت بير سكند.
بعرض حزمة نفسها، عرض الحزمة بتوجي. نحن اليوم ما غيرنا الترددات، طلعنا على إذا بتتذكروا عرض الحزمة بالتوجي كان 200 كيلو هيرتز، تمام؟ فما تغير شيء فعليا بالنسبة للترددات، ما تغير شيء بالنسبة لعرض المجال، ما تغير شيء بالنسبة لتقنيات التعديل. اللي تغير بشكل رئيسي هو إني ضفت 2 داتابيس جديدة لحتى خدم الوصول للإنترنت أو شبكات تبادل المعطيات الخارجية. فشو فادني موضوع الجي بي ار اس؟ أول شيء إنه أنا اليوم ما غيرت البنية التحتية للجي اس ام، حافظت على البنية التحتية، استغليت الموارد بشكل أفضل من ناحية تبديل الرزم. لما بس فتنا بقصة تبديل الرزم فعلت هي القصة بالبنية التحتية، فأنا اليوم بقدر أخدم مشتركين بشكل أكبر، وبقدر أخليهم يتصفحوا الإنترنت أو الوصول إلى الإنترنت. والأهم إنه حققت سرعة نقل بيانات أعلى بكثير من التوجي. نحن بتوجي حكينا عن 9.6 كيلو بت بالثانية، يعني إذا تفتح جوجل تأخذ لك غفوة. أما بالجي بي ار اس طلعنا لمجال تقريبا وصولا ل 100-120-130 كيلو بت بالسكند بشكل أساسي. طيب شو هن الـ SGSN والـ GGSN؟ الـ SGSN هي بسموها Serving تخديم، جي بي ار اس Support نود، يعني في عندي عقدة دعم بتخدم لي الجي بي ار اس، والجي جي اس ان هي جيتوي. جيتوي يعني بوابة، شعري بوابة يعني طلع لبرا، تمام؟ ف شو هو الاس جي اس ان؟ الاس جي اس ان هو مثل الراوتر. شو هو الراوتر؟ هلا هو بجمع الرزم اللي جايتني من المستخدمين. يعني أنا اليوم عندي 3-4 مستخدمين، تمام؟ شيء على هذا البرج وشيء على هذا البرج وشيء على هذا البرج، واحد طالب جوجل، واحد طالب جيميل، واحد طالب MSN، واحد طالب شو بيعرفني. فشو بيعمل هذا الـ SGSN؟ الـ SGSN بيستقبل الرزم الواردة من هالمشتركين هيدي وبيوجهها نحو الـ Gateway أو نحو البوابة، حتى يطلعوا لوين؟ على شبكة الإنترنت ويرجعوا. وبالعكس بيستقبل من البوابة وبيبعث لوين؟ للمشتركين. فشغلته خود وعطي مثل الراوتر. بالإضافة بقى لإدارة بيسموه شيء بيسموه Session Management. Session Management هو التنسيق بين المشتركين بحالة طلب عدة خدمات بنفس الوقت، بحيث ما يصير في عندي فوتة بالبعضة. ف اليوم أنا شو بعمل؟ مثلا في عندي مستخدم فتح واتساب وتليجرام وإيمو ما بعرف شو بنفس الوقت، ف SGSN تعمل ترتيب للمشترك بحيث أنه هو عم يستخدم عدة تطبيقات بنفس الوقت. بتعمل كمان موضوع تشفير وجمع المعلومات وتحديث الموقع للمشترك. كل هدول الأمور الـ SGSN تشتغل. إذا تأخذ البيانات أو الرزم من المشتركين وبتحولها للبوابة، بوابة بتطلعني على النت، بتجيب لي من النت الصفحة، وبترجع الـ SGSN بتأخذ المعلومات من البوابة بتبعتها للمشتركين، بتعمل عملية تحقيق أو تحقق أو authentication وتشفير مع المستخدمين، وبتعمل كمان ترتيب لإذا في عندي مشترك عم يطلب عم يستخدم كذا تطبيق بنفس الوقت، بحيث انه ما يصير في عندي انترفيرنس او لخبطة مع غير مشتركي. فهدول بشكل رئيسي الـ SGSN. اما الـ GGSN اللي هي البوابة، فالبوابة هي عبارة عن البوابة يعني طلعني لبرا. فبشكل رئيسي بتاخد رزم البيانات من الـ SGSN وبتبعتها للراوتر الخارجي، يعني مثلا مزود خدمة الإنترنت بالدولة لحتى يجيبونا، ومنه لشبكة المعطيات الخارجية الإنترنت لحتى يجيبونا النتيجة. مثلا إذا واحد بده جوجل بيروح على مزود خدمة جوجل أو سيرفر جوجل إلى آخره، وبيستقبلها بقى، بيستقبل النتيجة من الإنترنت وبيرجع برجعنا على SGSN مثل ما حكينا. وهو عبارة عن واجهة اتصال بين البنية التحتية للنتورك والإنترنت، وبيعطي IP للعنوين للمشتركين. يعني اليوم مثله مثل
مثلا مثل الدي اتش تي بي راوتر، اللي هو انه اذا في عندي مشترك بده يطلع النت لبرا فبعطيه اي بي وبطلعه. طبعا ليش بعطيه اي بي؟ بعطيه اي بي من عندي من جوا الشبكه وبطلعه ناتج لبرا. طبعا ليش بعطيه اي بي؟ لحتى بس يجيني الرد عارف وين بدي ارجع هذا الرد، يعني بعطيه عنوان مؤقت على الاساس اللي بقدر ارجع فيه الداتا لهذا المشترك. بالاضافه انه جي جي اس ان بتعمل لي معلومات لموضوع الفوتره، يعني اليوم انا هذا المشترك استهلك 370 كيلو بيت معناتها او كيلو بايت او اللي هو، فبحاسبه على هذا الاساس. فمعلومات الفوتره وين بتصير؟ بالجي جي اس ان. فهدول اهم شيء بالنسبه لموضوع الجي بي ار اس. اذا ضفنا اثنين داتا بيس جداد، واحدة سميناها اس جي اس ان وواحدة سميناها جي جي اس ان. من الجي بي ار اس طلعنا للجيل الثالث للاتصالات الخلوية. هلا حنلاحظ انه البنية التحتية هي نفسها بنية الجي بي ار اس مع بعض التغيرات بالمسميات. يعني مثلا هلا نحن بالجيل الثاني كنا نسمي الموبايل موبايل ستيشن، بالجيل الثالث صار يسموه يوزر اكويبمنت. تمام، فتغير التسميه. طبعا ليش صار يوزر اكويبمنت؟ لانه صار ذكي الموبايل، صار في عندي شاشه، لمس، تطبيقات، ابلكيشنز، تقنيات جديده، بلوتوث، مثلا واي فاي، تقنيات كلها انضافت على الموبايل، فصار اسمه يوزر اكويبمنت. هي اول شغله. الشغله الثانيه البي تي اس اللي هي البيس ترانسيفر ستيشن او الابراج، صار اسمه نود بي. طبعا نود بي بيعتبروا انه الموبايل هو نود اي، العقدة اي بالشبكة، يعني هي اول عقدة بالشبكة من هون ينشأ اتصال. معناتها البرج هو العقدة بي والبنية التحتية هي العقدة سي، فهيك بيعتبروها بالجيل الثالث الاتصالات الخلوية. بعدين شو قالوا؟ قالوا انه نحن اليوم اليوزر اكوبمنت مع النود بي، عفوا البي اس سي اللي هو الكنترولر، بالجيل الثالث صار اسمه ار ان سي، راديو نتورك كنترولر، راديو نتورك كنترولر. فهي بس تغير مسميات. هلا بنحكي مع بعض التفاصيل الموجوده بالنود بي وتقنيات اللي استخدموها بالجيل الثالث. بعدين البنيه التحتيه نفسها، حنشوف في عندي ام اس سي موبايل سويتشنج سنتر، حنشوف في عندي في ال ار، اتش ال ار، اي يو سي، اي اي ار، نفسه ما تغير شيء. بعدين اذا بدي اطلع على الارضي بطلع جي ام اس سي وبطلع على الارضي. اذا بدي اروح الو على مزود خدمه ثاني فبروح على مزود خدمه ثاني. بدي ابعت رساله قصيره ببعت رساله قصيره. بدي انترنت بروح على اس جي اس ام، جي جي اس ام، وبطلع على الانترنت. تمام، فكبنيه تحتيه هلاقي انه هي نفسها. طبعا هون سموها سي ان كور نتورك، البنيه التحتيه. فمسميات تغيرت، كنا موبايل ستيشن صار اسمه يوزر اكويبمنت، كنا بي تي اس صار اسمه نود بي، كنا بي اس سي صار اسمه ار ان سي، اما الكور فهي نفسها، فعليا ما تغير شيء بهذا الموضوع. عرض المجال إذا بتتذكروا كان بالجيل الثاني 200 كيلو هرتز. بالحقيقة بالجيل الثالث أول ما بلش وسموه CDMA صار عرض المجال 1.2 ميجا هرتز. بعدين اتطور لشيء اسمه Wide CDMA وصار عرض المجال 5 ميجا هرتز، يعني تقريبا حوالي 25 ضعف ما بعرف قديش من الجيل الثاني. فهذا الشيء ساهم بأن عدد المستخدمين زاد بشكل كتير منيح لأنه عرض المجال المتاح زاد. طبعا ما تنسوا الكاباسيتي إلى علاقة بعرض المجال والاس ان ار، فكلما زاد عرض المجال المتاح كلما الكاباسيتي زادت. فإذا البنية التحتية للجيل الثالث هي مشابهة جدا للبنية التحتية للجي بي ار اس، في عندي الاس جي اس ام المبدل والجي جي اس ان البوابة اللي بتطلعني على النت لبرا، بتعمل لي عمليات الفوترة، اعطاء الاي بيات وتخريج المستخدمين واعادة ارسال الداتا للمستخدمين.
فهي كبنيه تحتيه لجيل التالي الاتصالات الخليويه. طبعا اول شغله واللي فادتني انا بالجيل التالي بيتميز بعده قصص. اول شيء استخدم تقنيه النفاذ المتعدد سي دي ام اي، عرض مجال اكبر وتعديل برتب اعلى. تمام، فحنحكي عن 1 2 و3. اذا لحتى انا اليوم زيد سرعه النقل وخدم عدد اكبر من المستخدمين من اليوزرز، انا بحاجه لاني احسن تقنيه النفاذ المتعدد، انا بحاجه لاني ارفع عرض المجال المتاح، انا بحاجه لاني ازيد رتبه التعديل. فكل هالامور هي هتشوفوها بالجيل الثالث للاتصالات الخليويه وبالاجيال اللاحقه. يعني اي جيل لاحق رح تلاقوا انه في عندي موضوع تعديل برتب اعلى، عرض مجال اكبر، تقنيه نفاذ متعدد جديده ومتاحه. طبعا الجي اس ام بلش لما صمموه على اساس بس يقدم خدمات هاتفيه، يعني الو مع الو، رسائل قصيره انشأت حالها، ما له موضوع نقل بيانات وتحميل للانترنت. طبعا لانه ما عاد قدروا يخدموا هذا الشيء بالجيل الثاني، طلعوا للجيل الثالث مثل ما حكينا، بيهدف بشكل رئيسي الى اني اقدم خدمات جديده، انتقال سلس بين الجيل الثاني والجيل الثالث، استخدام تقنية نفاذ متعدد جديدة تقدر تخدم لي عدد أكبر من المستخدمين، رتب تعديل أكبر وبالتالي بقدر أخدم يوزر أكثر، وباندويث أو عرض مجال متاح أكبر. لهيك طلعوا بقى بالـ CDMA، سموه بأول ما طلع الجيل الثالث سموه 3G CDMA، بعدين طلعوا بشيء ثاني اسمه الوايد CDMA هلا حنحكي عنه. بالنسبة للـ CDMA أو الجيل الثالث المخصص للـ CDMA، طبعا اول شيء بيعتمد على تقنيه شغله سي دي ام اي، النفاذ المتعدد مالتيبل اكسس بتقسيم الرمز او الكود. تمام، هي اول شغله، سي هي ترمز للكود. قالوا بعدين طيب شو مشان الاب لينك والداون لينك؟ هلا انا هنيك كان عندي 1800 و900، فقالوا هون اخي بدنا نزيد عرض المجال، تعال نستخدم الترددات التاليه. هيك قالوا، هذا الاب لينك يعني من الموبايل للبرج. تمام، هنستخدم من 1920 ل 1980 ميجا هرتز. وقالوا الداون لينك هنستخدم من 2110 ل 2170 ميجا هرتز. شايفين عرض مجال هون متاح اكبر للمسار الهابط والمسار الصاعد، وبالتالي انا كل اذا بتتذكر بالتوجي كنا كل 200 كيلو شو نعمل فيهم؟ نعملهم FDMA. شو يعني FDMA؟ يعني نقسمهم لقناة ونمرق فيها عدد من المستخدمين. هلا هون قالوا لا، مو كل 200 كيلو، لانه انا اليوم عندي سرعة نقل بيانات، عندي داتا، عندي مستخدمين بدهم نت، ف 200 كيلو ما حتكفيني حمل شيء. فشو بعمل؟ باخذ من هالشقفة 5 ميجا هرتز ومرق عليها مستخدمين. فعرض القناة قديش صار 5 ميجا، بدل ما يكون هو بالتحديد 1.2 ميجا كبداية بالـ CDMA، بعدين بالـ Wide CDMA أو بالعريض استخدموا 5 ميجا هيرتز على هذا الأساس. الجيل الثالث متوافق مع الجيل الثاني، يعني اليوم إذا في عندي واحد شابك على الجيل الثالث بده يحكي ألو، يروح عن طريق الجيل الثاني. تأخير زمني قليل، استخدم نمط تعديل متطور هلا بنحكي عليه بعد شوي بسموه الـ QPSK، و الهاند اوفر ما تغير كتير الا من ناحية حكينا عنه الدرس الماضي، السوفت والهارد هاند اوفر. شو الميزات تبع الجيل الثالث؟ طبعا اول شيء تحسين لخدمات الصوت، عرض مجال أكبر، حكينا بلشوا ب 1.2 ميجا هرتز بدل 200 كيلو، وبعدين طلعوا لنا شيء اسمه وايد سي دي ام اي 5 ميجا هرتز. طبعا سعة أكبر للمشتركين نتيجة انه عرض المجال المتاح صار أكبر، وأيضا خدمات جديدة انضافت مثل الإنترنت والبرودباند وهالقصص.
طبعا اليوم المستخدمين صاروا بيقدروا باستخدام ال 3G انه يشوفوا يلعبوا العاب على النت، يعملوا ستريمينج للفيديو، يحملوا داتا من الانترنت، ممكن يعملوا هوم مونيتورينج وكنترول، يعني مثلا عم بقعد راقب الكاميرا في منزلي او شغل او اعمل سمارت هوم، الا هالقصص هي كلها المتعلقه بموضوع الانترنت. طبعا لحتى نحكي في عندنا لسه موضوع التعديل وال CDMA، هذول اللي حخليهم للدرس القادم ان شاء الله، ما حكثير فوت بالتفاصيل، حخليهم لدرس لحاله، لانه الدرس الجاي ان شاء الله رح نحكي به التعديل الرقمي وكثير مهم كيف طلعنا من ال PSK لل QPSK ل 8PSK ولشيء اسمه كوام او كواد امبليتيود موديوليشن. بعدين رح نحكي بتقنية النفاذ المتعدد بتقسيم الرمز، يعني كيف شلون طلعت هي التقنية وشلون بصير عندي تقسيم الرمز، وبعض المقترحات من هواوي لموضوع كيف بصير نثر الإشارة وتعديل المنبع وتعديل القناة إلى آخره، فهي درس جدا مهم إن شاء الله. بعدين ننهي بإعادة استخدام التردد بالنسبة للجيل الثالث. هاي أهم الأمور كبداية بالجيل الثالث للاتصالات الخلوية، كيف تطورنا من الثاني للثالث عن طريق الجي بي ار اس وصولا لل 3G، تغيير المسميات، تغيير المصطلحات، الميزات، الفوائد الى اخره. ان شاء الله تكونوا استفدتوا ونلقاكم بالدرس القادم ان شاء الله. يسعد اوقاتكم وتحياتي.